من الحدود التركية السورية التي لا تزال تشهد أعمال القصف المستمرة من قبل القوات التركية إلى هذا النقاش الذي لن يبعد كثيرا عما نشاهده مع حضراتكم الآن على الهواء مباشرة، وعقب جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي حول العدوان التركي الأخير على المنطقة الكردية في شمال شرق سوريا، خرج سفراء الكتلة الأوروبية وسفيرة الولايات المتحدة ببيانات مختلفة أحادية بدا فيها الجانب الأوروبي أكثر حسما مع هذه القضية وتضامنا مع المواطنين الأكراد في تلك المنطقة، مطالبا بوقف العدوان التركي. أعربت دول الاتحاد الأوروبي داخل مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة وهي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبلجيكا وبولندا وإستونيا عن ما أسموه قلقا عميقا إزاء الاعتداء العسكري التركي في شمال شرق سوريا، داعين أنقرة إلى وقف العمل العسكري الأحادية. الأستاذ محمد عبد الفتاح رئيس قسم الشؤون الخارجية في صحيفة أخبار اليوم ينضم إلينا الآن في الاستوديو للتعقيب على ما يجري هناك وعلى طريقة التعاطي الدولي مع هذه العملية. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك. لماذا بدا الموقف الغربي الموقف الدولي من دول أوروبية والولايات المتحدة وروسيا مائعا إلى حد ما في طريقة التعامل مع العملية العسكرية التركية؟ هو في حقيقة الأمر يعني لو أخذنا الموقف الغربي من ناحيتين، الناحية الأولانية الولايات المتحدة الأمريكية وهو هناك رئيس يوضع دونالد ترامب، هذا الرجل يتبنى نهجا انعزاليا حتى تجاه حلفائه في أوروبا فما بالك بالشرق الأوسط. لو تتذكر حضرتك قبل أن يبدأ العدوان التركي على الأراضي السورية ترامب كان كتب تغريدة على تويتر قال فيها أننا ارتكبنا أخطاء استراتيجية فادحة بالتورط في حروب في الشرق الأوسط، وكان واضحا أن هناك شيء ما تم ترتيبه مع رجب طيب أردوغان في الغرف المغلقة. هناك صفقة تغريدة أتت بعد مكالمة هاتفية جمعت الرئيسين بعد مكالمة هاتفية غرد بالضبط غرد دونالد ترامب، وكان واضح أن هناك صفقة ما بموجب تلك الصفقة يعني الولايات المتحدة تخلت عن الحليف الكردي الذي كان له إسهام كبير جدا في الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي ودحر داعش الإرهابي في مدن كوباني والقامشلي والرقة والحسكة. فيما يخص أوروبا الحقيقة أوروبا يعني تعيش في حالة فوضى سياسية وقانونية ودستورية بسبب أزمة بريكزيت، وهي فوضى لم تشهدها منذ الحرب العالمية الثانية في 1945، وتبدو أوروبا يعني منكفئة على نفسها ولا تستطيع أن تلتفت إلى شأن آخر. الغموض والتخبط في الإدارة الأمريكية وتناقض تصريحات ترامب مع مسؤولين في الخارجية وفي البنتاغون كان بمثابة ضوء أخضر أمريكي كي تشن أنقرة عدوانها على الأراضي السورية. المعطيات التي أوردتها حضرتك أظهرت قدرا من الانسجام بين الموقف الأمريكي والتركي على الأقل خلال هذه الزوايا، لكن ما بعد ذلك تهديد بمحو الاقتصاد التركي ثم تهديد لاحق بتدمير الاقتصاد التركي ثم تلويح بعقوبات عسكرية وسياسية إذا ما تمادت تركيا وتجاوزت الخطوط الحمر كما يمكن وصفه، كيف يمكن فهم هذه هو الحقيقة أن تصريحات ترامب فيما يخص محو الاقتصاد التركي تلك المكالمة تحديدا نيويورك تايمز نشرت تسريبا قالت فيه أن ترامب لم يكن حاسما بالقدر الذي يقوله هو على تويتر بأنه كان حاسما وكان صارما تجاه تركيا. وإن كان يطلق هذه التصريحات فهذه التصريحات تأتي من الواضح أنها تحت ضغط من الخارجية ومن البنتاغون بأنه لا يجب أن نترك تركيا مطلقة الأيدي هكذا تفعل ما تشاء في 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 الشمال السوري، لأن هذا يضر بحلفائنا ويضر بنا مستقبلا. يعني مستقبلا من سيثق بالإدارة الأمريكية فيما بعد إذا كنا نحن قد تخلينا عن أقرب حليف لنا في واحد من أقرب الحلفاء لنا في الشرق الأوسط؟ الولايات المتحدة في المضمار السوري تحديدا بالقياس على هذا قالت أنها تدعم المعارضة ثم تخلت عن المعارضة في كل المعارك، صحيح. قالت أنها لن تسمح بمعركة في حلب ثم سمحت بالمعركة في حلب وجرى فيها ما جرى، قالت أنها لن تسمح بمعارك الجنوب عند الحدود مع هضبة الجولان المحتل ثم سمحت بها وفعلت بها ما فعل، قالت أنها ستدعم الأكراد في قتال داعش ثم عندما أراد الأتراك أن يدخلوا عفرين قالت الأكراد لا تقاتلوا الأتراك بسلاحنا، قالت أنها ستدعم الأكراد أيضا ثم تخلت عنهم في هذه المرة. من ذا الذي يمكن أن يثق إذن بالحليف الأمريكي قياسا بكل هذه الخطوة؟ دعني أزيدك من الشعر بيت، هو أيضا الولايات المتحدة تخلت عن مسعود برزاني زعيم كردستان العراق وهي من منحته ضوء أخضر بأن يجري استفتاء للاستقلال عن الحكومة المركزية في بغداد في سبتمبر 2017 ثم تخلت عنه تماما وتركته لقمة سائغة يعني أمام الحكومة المركزية في بغداد. إذن من الصعب أن نثق بالولايات المتحدة مستقبلا، ويعني دعني أستحضر كلمة قالها الرئيس السابق محمد حسني مبارك أن بتغطي بالأمريكان عريان يعني والتجربة أثبتت ذلك.
طيب هي وكالة سانا السورية الرسمية للأنباء تتحدث أيضا عن استمرار القصف والعدوان على مناطق في شمال شرق سوريا، والحديث عن استهداف بالطائرات الحربية التركية مواقع في منطقة رأس العين. ويفترض أن هاتين المدينتين رأس العين وتل أبيض هما المدينتين الأساسيتين اللتين ستنطلق منهم العملية بعمق 30 كيلومتر. الأنباء التي أتت مع انطلاق هذه العملية تقول بأن الأمور قد تتسع أبعد من عرض هاتين المدينتين وصولا حتى إلى القامشلي والحسكة والحدود العراقية. هو الحقيقة أنا أستبعد أن يكون أن يمتد القتال حتى القامشلي والحسكة، لأننا في هذه المسألة نحن نتحدث عن عمق 260 كيلومتر، ومن الصعب أن تصل القوات الكردية التركية إلى هذا العمق حتى وإن كانت مدعومة بميليشيا قوامها 80,000 مقاتل من المرتزقة. ليس هذا فقط، يعني الأنباء الواردة صباح اليوم على وكالات الأنباء العالمية تقول أن هناك قتالا داريا في قرية في مدينة تل أبيض، وأن وحدات حماية الشعب الكردي PYD تمكنت من استعادة إحدى القرى التي كانت قد سقطت في أيدي القوات التركية في بداية القتال. إذن نحن نتحدث عن بدء الدخول في مستنقع. أيضا بالأمس وزارة الخارجية وزارة الدفاع التركية تحدثت عن سقوط أول جندي قتيل لها وإصابة 3 من الجنود الآخرين، وهذا ما حضر منه كثير من المراقبين الذين قالوا أن الدخول في المستنقع ليس كالخروج منه. أن تبدأ الحرب أمرا سهلا، ولكن ليس من السهل أن تنهيها. استهداف رأس العين، استهداف تل أبيض، ربما بعد ذلك استهداف عين عيسى، استهداف ريف الحسكة، اتساع دوائر القتال هذه ربما يراهن عليها الأتراك، حتى لا تبدو قوى الفصائل الكردية المختلفة أيا كان تنوعها لن تقوى على فتح كل الجبهات في ميادين مختلفة حتى وإن كانت في شريط واحد. لا، هو خلينا حضرتك يعني هذا السؤال يحلنا إلى الدوافع من هذه من هذا العدوان التركي على الأراضي السورية. هو حقيقة الأمر أن تركيا، يعني بالمناسبة حتى لو كان من يحكم في تركيا حزب الشعب الجمهوري العلماني، هذه مسألة محل توافق ما بين الجميع، وكل الأحزاب التركية في البرلمان صوتت بنعم للذهاب إلى العملية العسكرية باستثناء حزب الشعوب الديمقراطي طبعا، وحزب كردي. هدف تركيا هو أن تمنع أن يكون هناك كيانا كرديا متسقا على الشريط الحدودي الموازي لها، ونحن هنا نتحدث عن مدن كوباني، قامشلي، تل أبيض وغيرها من المدن. الخوف هنا من أن يلتحم هذا الكيان الكردي المتسق في 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 شريط حدودي واحد قوامه تقريبا، نحن نتحدث عن 822 كيلو متر هي طول الحدود المشتركة ما بين سوريا وتركيا. الخوف أن يلتحم هذا الكيان الكردي مع الأكراد المتواجدين في الداخل التركي. حضرتك لا تنسى أن في تركيا خمس الشعب من الإثنية الكردية، هناك نحن نتحدث عن 17 أو 20 مليون كردي يعيشون في مدن جنوب تركيا، وهذه المدن بالمناسبة هي في الأساس هي مدن سورية، يعني وأبرزها يعني حضرتك عندك ديار بكر. هي ديار بكر تنطلق منها أصلا الطائرات، ديار بكر وديار عرب وشنلي أورفا ومحافظة هاطاي اللي هي في الأصل اللي هو الإسكندرية. كل هذه المدن أساسا هي مدن كانت ملك لسوريا في مرحلة ما قبل التقسيم سايكس بيكو في 1917 وما تبعها من معاهدة لوزان في 1923. هناك رؤيتان أساسيتان حاكمتان لهذه المسألة، أولاهما تقول بأن تركيا هي المستفيد الأكبر وستبتلع ما أرادت أن تبتلعه من هذه المنطقة، خصوصا وأن الموقف السوري الرسمي ربما لا يعارض بشكل مباشر وواضح لا هو ولا الداعمين الأساسيين روسيا وإيران هذه العملية التركية، وإن كانت معارضة فعلى استحياء. هذه الرؤية الأولى. الرؤية الثانية تقول بأن هذا فخ عميق نصب للأتراك من قبل الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، وأن الرجل سيستنزف كما لم يستنزف من قبل في تلك المنطقة. أي الرؤيتين؟ هو الحقيقة الرؤيتين متسقتان مع بعض، يعني باللغة السياسة والبراغماتية هو فعلا النظام الحكومة المركزية في سوريا هو مستفيد من هذه العملية، لأنه لو تلاحظ حضرتك أن في نفس الوقت هناك حشود عسكرية سورية بدأت تتجه إلى مدينة إدلب لتخلصها من آخر معاقل المعارضة المسلحة هناك. هذه النقطة. سنكون هذه بتلك، سنخلص إدلب دون مناكفة منكم وسنترك لكم قضية الأكراد بالتحديد تعملوها. بالتحديد بالضبط. هذه نقطة. النقطة الثانية أنه في حال ما إذا الأكراد ووحدات حماية الشعب الكردي وتحديدا مجلس سوريا الديمقراطية
كان يتحدث في الاونه الاخيره عن انه يمكن ان يتحاور مع دمشق. طيب استاذ محمد معلش انا استاذ حضرتك لمتابعه هذه اللقطات التي تاتينا على الهواء مباشره لعدد من المدرعات والاليات العسكريه التي لا تزال حتى هذه اللحظه ايضا تتنقل من المقاطعه التي اشرت اليها حضرتك مقاطعه شانلي اورفا للتوجه مباشره صوب المناطق التي يخوض فيها الجيش التركي عملياته العسكريه ضد الفصائل الكرديه وضد مناطق في شمال شرق سوريا. وحضرتك كنت قد اشرت ايضا الى بعض التشكيلات العسكريه الموالية للأتراك ما عرف أو ما يطلق عليه الجيش الوطني السوري، هذه عند المنطقة الحدودية التركية السورية التي تنطلق فيها المدرعات والأليات العسكرية التركية صوب مناطق شمال شرق سوريا. عودة لحيب سيد. طيب نستكمل النقطة التي كنت أتحدث فيها، هو أن مجلس سوريا الديمقراطية كان يتحدث عن إمكانية التحاور مع دمشق وموسكو لصد العدوان الروسي، وبالأمس أو أول أمس خرج تصريح من نائب وزير الخارجية الروسي السيد فيصل المقداد وقال أنه لا يمكن أن نتحاور مع من كانوا عملاء للولايات المتحدة الأمريكية. إذن واضح أن هناك رغبة في دمشق بأن يترك الأكراد بين شقي الرحى، يعني بين المطرقة في دمشق وبين السندان القادم من تركيا، حتى لا يعني الرؤية في دمشق أنه يجب أن يتعلم الأكراد الدرس، يجب أن يزيلوا العلم الكردي ويتم رفع العلم الجمهورية العربية السورية. لكن ما هي الضمانة؟ ما هي الضمانة إذن وتجربة عفرين وإعزاز والباب ماثلة أمام الكل؟ يعني إذا كان العلم الكردي قد نزع فإن العلم التركي هو الذي حل محله، لا العلم السوري، اللغة التركية أو سياسة التتريك بشكل عام بكل مفرداتها التي كانت حاضرة. ما هي الضمانة أو رسالة الطمأنة المبعوثة للحكومة السورية حتى تقبل بهذا لينزل العلم الكردي ويرفع العلم؟ هو الحقيقة لا ضمانة مرسلة من أنقرة، هو رهان الحكومة في دمشق هو على عامل الوقت، يعني تركيا لن تستطيع أن تستمر في هذا المستنقع طويلا، لا سيما وأن صباح اليوم الاتحاد الأوروبي قرر فرض عقوبات أو يلوح بفرض عقوبات على تركيا إن هي استمرت في هذا العدوان على الأراضي السورية. إذن النظام في دمشق يراهن على عامل الوقت وأن تركيا لن تستطيع أن تتحمل هذا المستنقع كثيرا، وخصوصا أن أفراد حماية وحدات الشعب الكردي هم مدربين تدريب عالي جدا ومعهم أفراد من حزب العمال الكردستاني PKK، وهؤلاء يعني الجيل الأول الذي أسس حزب العمال الكردستاني تلقى تدريبه في الاتحاد السوفيتي حينما كان هناك اتحاد سوفيتي في 1979، وهم يجيدون تكتيكات حرب العصابات بشكل ممتاز جدا، ويستطيعون حفر أنفاق والتنقل خلالها والتنقل عبر هذه الأنفاق وشن هجمات وتكبيد القوات التركية خسائر. طيب الرؤية الأولى لحضرتك قلت أنها لا بأس بها، أن تركيا ربما يسمح لها بابتلاع بعض هذه المناطق لكنه ابتلاع إلى حين لأنه يحقق غاية لدى الحكومة السورية، لكن هناك الرؤية الثانية التي تقول أن الرئيس الأمريكي أراد أو الإدارة الأمريكية أرادت أن يستنزف الأتراك في هذا، ربما يعني حاجة في نفس يعقوب قد يتم إدراكها مستقبلا، هذه الرؤية لأي مدى يمكن أن تكون صائبة؟ هذه الرؤية يعني ستتضح مع الأيام المقبلة، إذا ما نفذ دونالد ترامب والاتحاد الأوروبي وعيدهما بفرض عقوبات اقتصادية على تركيا مع التكلفة المادية العالية للعملية العسكرية التي تقوم بها تركيا، إذا يعني في هذه النقطة تحديدا هما الغرب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من جهة وتركيا من جهة أخرى هما في لعبة عض أصابع، من سيصرخ أولا هو من سيخسر هذه اللعبة، إذا من سيتحمل إلى أي درجة؟ الاتحاد الأوروبي يخشى من موجات نزوح لاجئين جديدة لوح بها أردوغان وقالها علنا صراحة، وابتز الأوروبيين صراحة فسنطلق عليكم 3 ملايين و600 ألف لاجئ كمان إيه إن لم تعطوني الأموال اللازمة لتسكين هؤلاء في المنطقة الأمنة المزعومة. وبالمناسبة المنطقة الأمنة التي يتحدث عنها أردوغان هو يقول أنه يعني يريد أن يتعمق إلى 30 كيلومتر، في حين أنه هناك مدن وبلدات تحت الاحتلال التركي داخل سوريا مثل إعزاز وكرابلس، هذه المدن أكبر من دولة بحجم لبنان ويمكن أن يسكن فيها اللاجئين بمنتهى الأمان. يعني أنا بالأمس كان هناك تصريح لمسؤول في الإدارة الأمريكية لوكالة أسوشيتد بريس، إعزاز وجرابلس وعفرين أكبر من لبنان من 10,000 كيلومتر بالضبط 22,000 أعتقد كما بالضبط، أكبر من دولة بحجم لبنان ويمكن أن يسكن فيها 4 ملايين أو 5 ملايين لاجئ إن أراد، ولكن من الواضح طبعا أنه له أهداف أخرى من خلف هذه العملية. بالأمس مسؤول في الإدارة الأمريكية قال لوكالة أسوشيتد بريس أنه يعني ما يقوله أردوغان هو أكثر المقترحات جنونا التي سمعتها في حياتي،
وهناك من يحذر من مجزرة سربرينيتش أخرى على غرار ما حدث في حرب البوسنة في 1995. كان هناك منطقة آمنة للمسلمين من جمهورية البوسنة وهرسك النازحين من هذه الحرب، وهذه المنطقة كانت تحت إشراف الأمم المتحدة، ولكن ذلك لم يمنع مجزرة بشعة راح ضحيتها 8000 من النساء والأطفال والعجائز، وكانت على يد القائد الصربي المعروف سلوبودان ميلوزوفيتش. يعني القياس مرعب، يعني استفكار سربرينيتشا بكل ما فيها أمر مؤلم للغاية يعني. لكن بل أن الصراع في سوريا أكثر تعقيدا، يعني هؤلاء يعني هو أردوغان سوف يأتي بهؤلاء العرب ويسكنهم في مناطق كرد، وطبعا يعني الكرد بشر في النهاية. إن أخطر ما في الأمر أن السوريين سيقتل بعضهم سيقتلون بعضهم بعضا، هذا هو ما يلعب عليه. حتى أنا يعني قبل أن أدخل مع حضرتك على الهواء كانت هناك زعيمة معارضة في تركيا تتحدث أنه هو يعني اللعبة التي يلعبها أردوغان في الداخل والخارج هي لعبة الاستقطاب والإلقاء بالجميع في قلب صراعات داخلية، وليقتل الجميع بعضهم البعض، المهم أن يحقق هو ما يريد وما يصبغ لي. ما يفضله أردوغان على الأرجح أن تكون العملية محدودة، محدودة على مستوى الوقت، محدودة على مستوى المدى الذي يريد تحقيقه، محدودة على مستوى الكلفة الاقتصادية، لأنه ليس بحاجة إلى مزيد من الآلام الاقتصادية التي يعانيها. هل الأمر بيده؟ هل هو الذي سيحدد المدى الزمني والمدى المكاني الجغرافي الذي ستستغرقه هذه العملية؟ بالتأكيد لا، بالتأكيد لا. كما قلت لحضرتك من السهل أن تبدأ الحرب، ولكن من الصعب أن تنهيها. يعني هو دخل في المستنقع بمحض إرادته وبقدميه، والخروج بالتأكيد يعني توقيت الخروج لن يكون وفقا لساعته هو، بل ستحدثه يعني ستحدده المجريات وسير العمليات العسكرية وما تعرض له من أكيد من مزايدة في الداخل. بالتأكيد هو سيقع تحت عبء المزايدة، كلما سقط منه قتيلا، كلما سقط منه مصر، كلما تعرضت مدينة تركيا متاخمة للحدود لقصف، وكلما سقط منها ضحايا. بصباح اليوم يعني قناة بي بي سي الإنجليزية عرضت تقريرا تعرض في مدن تركية متخمة للحدود إلى القصف وسقط هناك ضحايا. الفصائل الكردية أعلنت بالأمس بالفعل أنها استهدفت بعض المناطق. بالضبط، فكلما يعني هو دلوقتي دخل في لعبة مفتوحة، بالتأكيد ليس هو من سيحدد كيفية الخروج منها. أضف إلى ذلك صورة تركيا أمام الرأي العام العالمي اليوم. أيضا القنوات CNN الأمريكية نشرت تقريرا عن فتاة سورية في قرية القامشلي بترت ساقها بسبب قصف صاروخي تركي. فتاة لا تتجاوز من العمر 7 سنوات، بينما شقيقها الأكبر وهو عمره 12 عام لقي مصرعه في هذا القصف. كل تلك الأمور سوف تحدد متى تنتهي هذه العملية، ولكن المؤكد أنه ليس يكون من خلال معطى إنساني من هذا النوع. لا يبدو أنه ذا ثقل في المجتمع الدولي، يعني وإلا ما كانت المقتلة السورية شهدناها على مدار كل السنوات الماضية في كل مرحلة من المراحل. صحيح، ولكنه سيشكل عامل ضغط، يعني سيشكل عامل ضغط. لو تفتكر حضرتك أن يعني المجتمع الدولي، نعود إلى الماضي بعض الشيء، في انتفاضة الفلسطينية في 1987 المجتمع الدولي كله يعني انتفض بسبب طفل، صورة طفل صغير في العاشرة من العمر تقريبا، وكان يمسك بحقارة في مواجهة جندي من جنود الاحتلال الإسرائيلي ويمسك مدفع رشاش. يعني يعني ممكن أن المجتمع الدولي يعني لن يتحرك بالشكل المأمول، ولكن كل هذه النقاط تشكل عامل ضغط. الولايات المتحدة قالت أن المعركة الأساسية حتى مع وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه المنطقة ضد داعش، وقال أنا سأتكفل في مدى زمني محدد بأن أقضي على هذا التنظيم. الضلع الأساسي في مواجهة تنظيم داعش حسب الرواية الأمريكية والغربية كانت الفصائل الكردية الموجودة في شمال سوريا وفي مناطق شرق الفرات. ثم أتى الرئيس الأمريكي ليقول هم لم يساعدونا في الحرب العالمية الثانية ولم يعبروا بنا نورماندي، لماذا نساعد مجموعة قد لا تحبنا أصلا؟ صحيح، هو الحقيقة ترامب يعني وهذا دأب يعني هذا شأنه، حينما يعني يتم التضييق عليه سياسيا فهو يطلق تصريح غير مفهوم. يعني التصريح اللي قلته حضرتك غير مفهوم. لو نخرج بره هذا السياق، هو كان حينما فرض عقوبات اقتصادية على الحليف الكندي على كندا، وهاتفه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وقال له لماذا تفرض علينا عقوبات اقتصادية أو رسوم جمركية يعني على البضاعة كده، قال له ألستم أنتم من أحرقتم البيت الأبيض في 1814، وذهب في اتجاه غريب جدا. يعني هو الحقيقة هو يعني هذا هو تلك هي عادة الرجل حينما يتم التضييق عليه سياسيا، فأنه يقول كلام في الهواء وكلام غير مفهوم. الرئيس الأمريكي بعد وصوله وهو كان من رفع شعار أمريكا أولا باشر عملية عسكرية حتى وإن كانت محدودة أو قصف جوي وإن كان محدود، استهدف مطار الشعيرات، وكان الأمر أيضا في إطار تحالف ثلاثي مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، حتى وهناك إقرار بأن الضربة كانت محدودة ومحدودة للغاية ولم تصب أذى بأي كيان عسكري سوري ولم تصب جندي سوري
ولم تصب أي شخص أصلا على الأرض، لكن في النهاية على الأقل وكأن الرجل أراد أن يقول أن السيف سيكون حاضرا إذا ما استلزمت الضرورة. لماذا لا يبدو أن هناك تحركا لا أمريكيا ولا غربيا حيال ما يجري؟ طب خلينا نتكلم في نقطتين. يعني النقطة اللي حضرتك بتتكلم فيها ضربة مطار الشعيرات، وكان قبلها وبعدها مطار التي 4 أيضا داخل سوريا. هو كان المستهدف في هذه الضربة هي ميليشيات موالية لإيران أو خبراء عسكريين إيرانيين، ودعنا نسمي الأمور بمسمياتها. هو كان يجامل حلفائه في الخليج، وبالمناسبة هي كانت ضربة مدفوعة الأجر، وهو دائما ما يردد: إذا أردتم أن تحارب الولايات المتحدة فعليكم أن تدفعوا، إذا أردتم الحماية فعليكم أن تدفعوا. هذه النقطة. النقطة الثانية أنه دونالد ترامب في الحقيقة الأمر هو بيتبنى يعني وجهة نظر انعزالية يروج لها كثير من المفكرين والمنظرين الأمن القومي في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل الحرب العالمية الثانية وما بعدها. هو في يعني هو حتى يقال له في الغرف المغلقة: يا سيادة الرئيس، إذا ما سحبنا القواعد العسكرية الأمريكية من أوروبا من دولة مثل ألمانيا مثلا، وتخلينا عن حماية ألمانيا بموجب دستور ما بعد حرب 1945، قد يظهر هتلر جديد فيرد ويقول It's not my business، ده مش شغلي. إذا ما تخلينا عن حلفائنا في أوروبا فقد يكون ذلك مشجعا لدولة مثل روسيا، وعلى رأسها فلاديمير بوتين، رجل يحلم بعودة المجد السوفيتي مرة أخرى، قد يشجعه على التهام على الأقل شرق أوروبا، فليدافع الأوروبيين عن نفسهم. فهي وجهة نظر دونالد ترامب، وهو قالها منذ اليوم الأول: أمريكا أولا، أمريكا أولا، أمريكا أولا، أمريكا لن تحارب مرة أخرى، لن تنفق الأموال مرة أخرى. ولو تتذكر حضرتك منذ العام تقريبا عام ونصف هو كان قام بزيارة للقوات الأمريكية في العراق، الزيارة لم يكن معلن عنها، كانت سرية، وهو انتقد ذلك وقال يعني كيف تكون الزيارة سرية؟ كيف أستقل الطائرة أنا وزوجتي ويأمروني بإطفاء الأنوار ولا يتم الإعلان عن الزيارة إلا بعد أن تنتهي؟ نحن أنفقنا 7 تريليونات دولار في الشرق الأوسط، لماذا كل هذه الأموال؟ وكثيرين في الولايات المتحدة يؤيدون هذه وجهة النظر هذه. حتى باراك أوباما، يعني إذا كانت الفوارق بين الرئيسين أو بين الرجلين تبدو شاسعة للغاية، لكن في مسألة سحب القوات الأمريكية والكف عما يسمى بالحروب في صحيح. هذه المنطقة كان صحيح. مسألة مشتركة بين أوباما كان بنى برنامجه الانتخابي على صحيح. يعني تورنيلا باج، اقفل الصفحة وخلينا نستدعي قواتنا من العراق وننهي تورطنا في هذا المستنقع. الولايات المتحدة يفترض أن هناك تنسيقا أو كلاما مفترضا من قبل الأتراك معهم، لأن تركيا لا تقوى على القيام بعملية من هذا النوع إلا بتنسيق أو بحديث. تركيا أيضا كانت مطالبة بأن تتحدث مع الروس والإيرانيين، موقف الروس والإيرانيين أيضا بدأ أكثر احتشاما في طريقة التعاطي مع هذه العملية. طيب أو خلينا نتكلم عن إيران أولا. إيران وتركيا هي هذه الحقيقة هي المعضلة الأساسية التاريخية والأبدية والأزلية للأكراد. الأكراد كما تعلم حضرتك هم يستوطنون المناطق الحدودية ما بين سوريا والعراق وتركيا وإيران، وهم تقريبا إجمالي تعدادهم 35 مليون نسمة، وهم يحلمون بدولة منذ 100 عام ومنذ 1919 ومنذ 1920، وهم يحاولون إنشاء دولة تكون عاصمتها كردستان العراق. ولكن المعضلة الأساسية هي أن لا تركيا، أن تركيا وإيران كلا الدولتين يجمعان أنه لا دولة كردية ستقام في أي مكان، خوفا من أن تنتقل العدوى الانفصال إليهما. تركيا فيها 17 أو 20 مليون كردي، إيران فيها من 3 إلى 5 ملايين كردي، وهما يعني خلينا نسمي الأشياء بمسمياتها، هما أقوى دولتين في الإقليم، ولا وبالتالي هناك توافق إيراني تركي في هذه المسألة. بالنسبة لروسيا، روسيا هي تتخذ دور المراقب. خلينا يعني نعود إلى ديسمبر 2015 حينما اختصار أستاذ محمد. طيب أوكي. حينما أسقطت روسيا الطائرة سو 24، بعد هذه الحادثة ونكاية في أردوغان وفي الأتراك، روسيا قدمت الدعم للأكراد، ولكن بعدما ذهب أردوغان في أغسطس 2016 إلى سان بطرسبرغ ودفع ثمن الطائرة وعقب الطيارة الذي أسقط الطائرة، تخلت روسيا عن الأكراد. يعني هكذا هي السياسة. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد عبد المفتاح، رئيس تحرير الشؤون، رئيس قسم الشؤون الخارجية في صحيفة الأخبار. شكرا جزيلا لحضرتك. الشكر لحضراتكم أيضا على طيب المتابعة. ختام هذه الإطلالة الصباحية من الآن، بعد دقائق تلتقون بجولة إخبارية جديدة، أما الآن فسنتابع أبرز ما طلعتنا به الصحافة حول هذه العملية العسكرية التركية في مناطق شمال شرق سوريا، ثم نلتقي في جولة إخبارية جديدة بإذن الله.